أن صلاة الجمعة هي طاعة لله عز وجل، وفيها وهي شوكة في عيون المعتدين، وفيها نصل رسالة إلى كل الفاسدين. ومن أراد الخراب والمساس بهذا البلد العظيم بأننا بهذه الجموع التي هي أشبه بالجموع الذي أقبلت على رسول الله، وهي جموع المصلحين الذين خرجوا في هذا اليوم وفي الأيام السابقة من محرم الحرام لأجل إعلاء كلمة الحق ودحذ الباطل، لأن الإمام الحسين هو عبرة قبل أن يكون عبرة. وهذه الثورة، ثورة عاشوراء، هي امتدادا لتلك ثورة أبي عبد الله الحسين. ونطلب من الشعب العراقي جمع بكافة طوائفه، سنة شيعة أكراد، أن يناصروا هذه الثورة، لأن هي هذه الثورة الخلاص الوحيد للشعب العراقي. ونسأل الله لكم ولنا التوفيق. كلنا جنود أوفياء إلى سماحة السيد القائد الصدر، ونشد على أيديه لطرد الفاسدين والطقم الفاسدة من الحكم والتسلط والتبعية والتطبيع. فنحن من هذا المنبر الشريف ومن قناتكم نبعث رسالة إلى سماحة السيد القائد الصدر، نقول له: سيدي، نحن على الإصلاح ماضون وللتطبيع رافضون.